السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وبخير وبألف خير إن شاء الله بإذن الله. اليوم بغيت نقدم لكم شهيوة، شهيوة ديال الدجاج بالروز. نقولوا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ، تشوفوا معي المقادير. عندي هنا فريريج ديال كيلو ونص، هو كيف ما كتشوفوا رقدته لمدة ساعة في مليحة وحامضة معصرة، من بعد غسلته ودرته يستقطر، هو وقسمته على أربعة، هو كيف ما كتشوفوا هو مقطع على أربعة. عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة، عندي معلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال البزار، وعندي ضامة ديال الكنور ديال الدجاج تلبنة، هاهي. وعندي هنا جوج فصوص ديال الثومة، حكيتهم وحطيتهم هما هنايا، جوج فصوص ديال الثومة. وعندي هنا معلقة كبيرة ديال الزيت النباتي، معلقة كبيرة، وجوج كيسان ديال الأتاي ديال الماء، هاو كيف ما كتشوفوا. وعندي 250 غرام ديال الروز، 250 غرام، هاهو. وعندي هنايا الزبيب على حسب القياس ديالكم نتوما، شحال ما بغيتو تقدروا ديروا. انا درت هنا جوج معالق كبار، وتقريبا عليهم ثلاثه المعالق كبار، والمعلقه الثالثه ما عامرهاش. وعندي هنا جوج زلايف كبار، هاد زلافه كبيره سوم جوج زلايف ديال الماء، ها هي. نقولوا بسم الله توكلنا على الله، نبداو ان شاء الله. درنا الدجاج في الكوكوط، ها هو كيف ما كتشوفوا. تنزيدوا عليه المليحه والبزيره وضامه البنه ديال الدجاج، ها هي كما كتشوفوا. كنزيدوا عليها الثومه، كنزيدوا عليها الزبيده، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزيت كما كتشوفوا. نديروه يتقلى شويه. الدجاج ديالنا درناه فوق البوطه، خليناه شويه بزبيده وزويته والعطريه ديالو، وزدنا عليه جوج كيسان ديال الماء، كيسان العنبه طبيعه الحال، كيسان تاتاي هما اللي درنا فيهم الماء جوج، وزدتهم عليه وغادي نسد عليه لمده نص ساعه ان شاء الله باذن الله، ونقص عليه البوطه شويه مده نص ساعه، نحلو ونكملو ان شاء الله، نشوفو الكمله ديال الشهيوه ديالنا كي غتكون ان شاء الله باذن الله. بوش ليكم الدجاج كي تيجي بنين، تيجي رائع، تيجي مقرمل، والروز ديالو اللي كان نطيبو بالمرق ديالو او بالمريقة ديالتو، نقولش ليكم كي تيجي، تيجي رائع صراحة، وكتجي خفيفة زعما شهيوة خفيفة هادي، ممكن ديروها حتى في العشاء، ديروها في الغداء، وكتجي خفيفه. هو ديال الدجاج ديالنا، هو دهناه مزيان كيف ما كتشوفوا، دهنته مزيان بحال هكا، وغنديروه في الفران. انا مخدماه سخون الفران من قبل، الفوق والتحت غنخدمو، ونرجعو نقادو المريقه ديالنا كيفاش غادي نصاوبوها. ها هو صافي، كنخدمو عليه الفران، نديرو عليه الفوق والتحت كما كتشوفوا. ها هو صافي، كنديرو نخليه يتحمر ان شاء الله. هاي درنا الرويزه ديالنا مع المريقه اللي طيبنا فيها الدجاج كما كتشوفوا معايا، وزدنا عليها جوج زليفات ديال الماء اللي وريتكم، زدتهم على ديك المريقه ديال الدجاج والروز، زدت عليها جوج زليفات الماء، وغنخليه يطيب على المهل مده 10 دقائق ولا 15 دقيقه، صافي كنسدو عليه تيوجد. ودابا غنزيدو معاه الزبيب ديالنا حتى هو هكا، ونخليو الرويزه ديالنا طيب ان شاء الله باذن الله. ها الشهيوه ديالنا اللي وجدت اليوم ليكم، ها هي كيف ما كتشوفوا، ها الروز بالزبيب كي
كيفاش تيجي، تيجي مشحر معسل، تيجي غزال صراحة، وتيجي بنين، والدجاج ديالنا كيجي واحد البنة فيه حتى هو، ومقرمل مقرمل في الفران. ها هو كيفاش تيجي محمر. كنتمنى ان هاد الشهيوة تعجبكم وتجربوها وتعطوني رأيكم، وانا متأكدة انها تعجبكم ان شاء الله بإذن الله، لانها كتجي لذيذة، ويا ربي نكون في حسن الظن ديالكم ان شاء الله، وبصحة وراحة، وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله بإذن الله.